طب ما تحاول كلكم كده تيجوا يعني قربوا كده ناحية دي. ماشي كده تمام. نوعا ما كده تمام. احنا هنبتدي دلوقتي ان احنا نبتدي نتعامل مع المهرة دي. وبرضه اول حاجة هنعرف الشخص اللي هو بيتعامل معاها على طول بيتعامل معاها ازاي، اللي هو المسؤول العامل اللي بيشتغل معاه او السايس او ممكن صاحبها لو هو مربي وعنده فرصه واحده الكلام ده. ليه انا ابتدي معاه هو؟ لان ممكن حصانه يكون بيعض مثلا، دي مهره انتهى في الاغلب، لا في حاجه بتبقى شائيه، في حاجه بتعض، انت لازم اسالها، ولازم هو اللي يكون عامل لها سكيورنج. صعب قوي انك انت تكون انت اللي بتعمل سكيورنج، لا هو ممكن انت ما تمسك حاجه جايه لك من الشارع، ولا جايه لك انت مثلا جايه لك في عياده ولا حاجه، هو بيتعامل معاه وانت صاحبه، هو ايه اللي جايبها هو اللي بيتعامل معاه. هو برضه اديكم كمثال هو اي حد فيهم بيتعامل ازاي. بيعرف طبعا بيعرف ياكلها، بيشربها، هو الكلام ده كله. وبيجي اهم حاجه، اهم لغه ما بينه وبينها المضاد. انت معاك كرسي او هو في عنده طول بيعمل بيها جرومنج، بيعمل بيها ايه؟ الجرومنج ده برضه نبقى عارفين هو بيعمل ايه. وبرضه انت لازم تبقى قاري ايه السنس ما بينك وما بين الحصان، يعني الفرصه دي كده واقفه مش حاجه تمام؟ ممكن مثلا احط ايدي على ايه؟ على دماغك كده بالطريقه دي تحس انها ترتحت. طب امتى الفرصه تبقى واقفه هتعمل معايا يعني اكشن حلو؟ لما ترجعه غير قدامها وترجعه من ورا كده، وبعد ما هتكتب تمام؟ هي وصفات. هو بيتعامل ازاي بالقصه في الجرومنج؟ مثلا هو في حديد زي دي اللي هو بيسموها المطرقه، هو لو مثلا وشه للفرقه بالطريقه دي تمام؟ هيبقى الايد اللي هيشتغل بيها ايه؟ ايد اليمين. هو على فكره احنا بنتعامل دايما في الاغاني في الاول من الناحيه الشمال تمام؟ بيبتدي ينظف بيها بالطريقه دي. حلو؟ وبنيجي عند الرجلين حتة اللي هي خلاص ما فيهاش يعني عضلات وكده، تبقى عظمة على طول، يبتدي ايه انه ينظف بالليل بالفرشة الثانية اللي هي بيسموها بند كده. طبعا التضاد دي فرس عربي، ودي حاجة بتخليها مركوزة بزيادة بزيادة، بس انا لو شايف في المزرعة هنا وفي دخان عربي هنعمل ايه؟ بس طبعا اما بنيجي امسك الخطوط الشاب مثلا على الناحيه الثانيه، اما بنيجي من الناحيه الثانيه بيشتغل بالعكس، هيشتغل بايده الايه؟ الشمال. طب ليه بيعمل كده؟ عشان هو مثلا ممكن يبقى دي مثلا هو يعني اخ مش موجود، يبقى هيبقى هو رابط، يبقى هو رابط ايه؟ خط، فيبقى ده قريب عليه بحيث ان يعرف يقعد الحصان ما يضربوش، يمسكوا من هنا ايه؟ يعدلوا من الايه؟ بنفس الطريقه. دي بدايه ان هو مثلا دي اللغه اللي هو بيقدر يتعامل بيها معاه. طيب احنا نيجي مثلا هو عايز يرفع رجل زي دي، بنرفع رجل زي دي المفروض ان انا بس ده بحطها على ركبتي انا كمان. لا احنا بنقف بالزاويه دي، كتفك كفاه ماشي، بس انت باصص لورا تمام، ونبتدي نمسك ننزل كده. اول ما هنضغط كده تمسك الباك تيل، تبتدي الفرس تدينا رجلها وهنتني بالطريقه دي، ادينا رفعنا رجلها. طبعا ده برضه عشان هي ايه؟ هي ما شاء الله عليها لانها كتفها مش الرجل اللي ورا برضه ليها نفس الطريقه، بس طبعا مع دي لا يعني لازم عشان نرفع رجل اللي ورا. انت معاك يا باشا؟ لازم نبتدي نديها سكيورنج اكتر، نديها سويتش. السويتش دي حاجه اسمها اللي باشا يعني بيمسكها من النظر او من الوزن بحيث ان هي تعملها ايه؟ توقفها. طبعا انا برضو عندي خبره في التعامل معاهم، مش هينفع تبقى حد السكن كده، ممكن نمسك الودن نفسها، الكلام ده ليها كذا طريقه ان احنا نعمل بيها.
لازم ابتدي ايه ايديا تعمل هاندلنج على الفرصه. لقيت مش هاجي مره واحده امسك رجلها كده اهو كده واشيل رجلها كده بس خلاص. طبعا رجلها مقارنه بطريقه كده اللي انت فيها ودي حاجه من حلوه يعني. والباقي مطلوب ان انا ارفع بين رجليها. نعم. عشان نقدر نمسك رجليها. نقدر نعمل سكولنج ليها في بعض الاوقات حتى عشان تعرفي تديها حقنه سواء وريد او عضله لازم تعملي فيها. للاسف هما مش شادين قوي ان انتوا تتعاملوا معاهم مباشر. تمام؟ طبعا من ضمن اللي برفع رجلين ليه؟ عشان اعمل فحص للحبل. في حاجه ثانيه بنسميها زي المكاش. المكاش دي بننظف بيها الحافل ونبتدي نعمل ايه؟ سيستيشن. لو انت مثلا شايف في عرق منه في عند في تولز ثانيه بقدر احطها على الحافل كده عامله زي الكماشه اوريها لكم برضه. بحيث ان انت ايه؟ تعرف الالم منين؟ كان من الحافل ولا لا؟ ماشي؟ طيب اللي بعد كده المفروض اول حاجه انا بعملها وانا داخل على الحصان ان انا ابص على الميوكوس ميمبرين بتاعي. اعمل فحص لايه؟ للميوكوس ميمبرين. هعمل فحص للميوكوس ميمبرين ازاي؟ الميوكوس ميمبرين ممكن يظهر فين يا اخوانا؟ ممكن يظهر من نص من جوه اه بيبان. تمام؟ طيب بيظهر من تحت من الابر اي ليد والنسا والكلام ده اه بيبان. طيب لكن احسن مكان نعمل منه فحص للميوكوس ميمبرين ايه؟ السيرد اي ليد. الحصان ايه؟ السيرد اي ليد. طب هنطلع السيرد اي ليد ازاي؟ هنعمله كده. بص احنا بايديك اهي ادي السبابه وادي الابهام. هنا على في الابر اي ليد هتحط صباعك في النص بالظبط عند الاي لاش فوق عند الرموش وصباعك اللي تحت عند الايه؟ في النص بالظبط برضه في الزور عند الرموش بالظبط وبنضغط على العين كده ضغط خفيفه بيظهر الايه؟ السيرد اي ليد اهو بالميوكاس ممبرين بتاعه. في بعض الاوقات بيبقى السيرد اي ليد ده في مشكله. ايه المشكله؟ ان يطلع كونجستد احمر قوي في الحالات اللي هي اللي فيها ارتفاع درجات حراره والامراض اللي هي فيها بيوتيريال الامراض المعديه. في بعض الاوقات تاني بيحصل فيه بيتيكيا الهيمورج مميزه لحالات طفيليات الدم. حالات طفيليات الدم بيبقى فيه بيتيكيا الهيمورج اللي واحيانا بقى تقلب اكترا خلاص بقى وصلت ان حصل تفصيل كرات دم حمراء فبيحصل بعد كده نزلت الصفره بتعلى. الكلام ده كله بيبان من الميوكوس ميمبرين حتى في حالات المغص. الثاني بقى اللي يخش بقى اللي يبقى سيانوز وبتاع في الحالات اللي هي بقى فيها تستات وكلام من ده. تمام؟ ففحص الميوكوس ميمبرين ده مهم جدا. اوكي؟ انا هفحصه يمين وشمال. طب اللي بعد كده تمام؟ دكتور ينفع يجربه؟ هيجربه. انا هشرح واحطه كده وبعدين كلكم هتجربوا. طب معلش ماشي معلش هي فرصة الكوزة قوي يا ابني. انت مبوس على وشك في دم على الوش. في دم على الوش ممكن تكون تعور ان شاء الله. اتفقنا على السيرد اي ليد. طب هناخد درجة الحرارة. هتاخدوا درجة الحرارة ازاي؟ من الرئة. طب عارفين ازاي؟ نعمل له شيكنج الاول لو هو زيبق. المفضل الزيبق عشان هو بسيط هنعمل من ضمن ميثود الستريونج في الحالات دي ان احنا نعمل ريزنج للتيل بالطريقه دي نكسره على الضغط. ده من ضمن ميثود الستريونج ان احنا نكسر التيل بالطريقه دي على الضغط. بتعمل برضه بتوقف الايه؟ بتوقف الفرق. تمام؟ وبنيجي من الريكتر كده ندخل نص ترمومتر كده وناخده على جنب عشان يبقى ايه؟ ملاصق للجدار. ملاصق لايه؟ للجدار. هنمسكه فتره قد ايه؟ مش اقل من 30 ثانيه. دلوقتي بنص دقيقة يعني، نص دقيقة فيما فوق لغاية دقيقة. تمام؟ طيب
اخوانا حد عارف درجة الحرارة 37.5 ل 38؟ لا 38.5. طب امتى بتبقى 37.5؟ بتبقى نورمال لغايه 38.5. ال 38.5 بتبقى دايما المناره الصغيره حرارتهم حاله شويه توصل لغايه 38.5. الكبار هم اللي بيبقوا 37.5 تمام. لكن الحصان الطبيعي الرينج بتاعه النورمال قوي انه 38، يعني هو اعلى منك بدرجه. عشان كده في جميع الاحوال هتلاقي ايه، هتحس ان هو جسمه سخن لانه هو فضيلته اعلى منه. تمام تمام. بناخد وقت زي كده ونيجي بنقرا الترمومتر زي كده. ايه هي دي 38 الرينج الطبيعي المفروض ان احنا نبقى نبقى تمام. ده بداية ما تفكرش طبعا الكلام ده كله هنتدرب عليه دلوقتي، هنعمله بايدينا تمام. هو انا كان لازم تبقى عامل حاطط البتاع على بقها ولا ممكن؟ لا مش ممكن، لا على حسب الحصان هيد معلمك. واحنا بنبتدي نتعامل معايا ليه كده؟ خلاص انا هبتدي اتعامل. وبرده الحراره مش ممكن تنفذ حد او واقف، وهي بقى ما هو معمولها 60 في الدين وهي مظبوطه قدام. لكن طبعا لو من غير كده ممكن. زي كده قلت لكم ايه، مش اي فرصه كده هيتعامل معايا. ده انا في الغالب هدي الترمومتر مش انا اللي هاخد القرايه بيه. الترمومتر ده هيتعامل معايا مين؟ هو مش انا، هو اضرب فرص. ممكن يبقى جايب حد معاه، واحد يمسكها من قدامه، واحد يتعامل بالترمومتر بس. لكن انا نظرنا عشان هو واقف لوحده انا اتعاملت معاه، وعشان انا عندي خبره. لكن ما انصحكوش ابدا تعملوا حركه زي دي تمام. طيب اللي بعد كده، انا هعوز ابص ايه على ايه تاني؟ في حاجه ممكن ابص عليها بعينيا قبل ما تستخدم السماعه. بريسنج ريت. البريسنج ريت هشوف البريسنج ريت معاد البريسنج ان هو بيتحرك ولا لا. يا دوب بتاخد هي دلوقتي بتاخد نفسها سريع شويه، مش عشان حاجه، عشان اللي احنا عملناه معاه، عشان خايفة وعشان خاصة ان احنا مسكنا مكان. لكن في الطبيعي لا، هو طبيعي 12 جنيه تمام. طيب هل ممكن اشوف برضه الباص ده عليه ولا لا؟ النزال. طب تعرفوا تلاقوه فين؟ اهو تحت الخد. انا برضه بحرك ايدي كده، تحت الخد بالظبط هنا اهو تمام. تحت الخد لغايه ما بلاقيه بيبقى عامل زي الخرطوم كده رفيع، بحسه بحط صوابعي عليه ببتدي احس النبض ايه، البلس ريت بتاعي يعني. ده الكلام ده كده بعيني من غير سماعه. الكلام ده بيفيدني في ايه؟ البلس ريت طبعا بيفرق في حالات المغص وكذا حاله. اما برضه الريسبيراتور ريت بيفرق في ايه؟ برضه في حالات المغص بيبقى عالي وكل الكلام ده، لكن برضه في الاصابات التنفسيه والاصابات الرئويه بيبقى عالي. فأي حصان عنده برد لازم اخد بالي عشان اعرف برضه ان الاصابه في الابر ريسبيراتوري ولا في اللور. لان هو لو في الابر مش هيبقى يعني ايه ريسبيراتوري مش هيبقى عالي قوي، لكن لو نزلت لور هتبقى مصيبه. يعني تلاقي الحصان اكيد بيعمل كده، صدره بيطلع ينزل على طول، هو وصل على حاله الالتهابات الرئويه. ونوعا ما الحصان لو وصل لحاله التهاب الرئوي ممكن ما ينفعش. برضه طبعا اللي بيزن اصلا ماشي على الناحيتين، الناحيه الثانيه برضه فيه عليه نفس الكلام، يعني برضه تبتدي تتعمل تمام. ده الكلام ده انا ممكن اعمله بعيني من غير اي حاجه، اي قبل ما استخدم السماعه، قبل ما استخدم ايه السماعه. طيب هنرجع نقول هنستخدم السماعه، فاحنا هنشتغل من الناحيه الشمال. فمعلش هد دماغك كده تعرف افتح البراوي تشوفني. طيب انا هستخدم السماعه هسمع فيها ايه؟ هل ممكن ابتدي افحص الابر الريسبيراتوري بالسماعه؟ اه ممكن، وابتدي اسمع الهارشينج ساوند من اول هنا لو هي عندها اصابه ايه؟ تنفسيه. حلو؟ من ضمن الحاجات اللي انا هقدر اسمعها
من اول هنا ممكن اسمع ايه الارشنج ساوند، هيفيدني في ايه عشان احدد برضه الاصابه، لو اصابه برد او اصابه تنفسيه احددها في الابر ريسبيراتوري ولا في اللور. تمام. طيب غير كده مسكت السماعه هنا مش هنقدر نسمع صوت القلب من هنا، وان كان رئته منتظمه ولا لا ولا في صوت غريب هنقدر. من الناحيه الشمال من تحت بص شاف القلب جوين، القلب جوين اهو القلب من جنب القلب اهو، هتلاقي كده انت حاطط ايه سماعتك على القلب وصوته واضح جدا من الناحيه الشمال. تمام. طيب ايه تاني هسمعه الابر اللور ريسبيراتوري بقى صوت اللنج اهو على الصدر طالع نازل، والتحت والفوق بتقدر تسمعي صوت ال وبتقدر تحدد فين هنا الالفيولاي على البريفيرال والبرونكاي من جوه. تمام. فبنقدر نعرف برضه المشكله واصله لغايه فين. حلو. الكلام ده بنقدر نعمله ايه على ناحيتين مش من ناحيه واحده، بنقدر نعمله ايه على ناحيتين. تمام. طب ايه تاني بنسمعه بالسماعه؟ هنخش بقى كده احنا خلاص كده اكننا خلصنا الريسبيراتوري سيستم، داخلين بقى على ايه الدايجستر. هنبتدي نفحص ايه بالسماعه الامعاء، اصوات الامعاء دي اللي هنقدر نسمعها. تمام. طب هنسمع ايه هنا بالنسبه لينا احنا هنا في الشمال؟ في الشمال يعني ايه اللي هيبقى موجود عندنا من الشمال من ناحيه الامعاء وناحيه الدايجستف نقدر نسمعه؟ الكولون. الكولون في اليمين. الكولون السيكم فين؟ في اليمين. لكن هنا سمول انتستين هنسمعها من الشمال. السيكم ممكن نقدر نسمعها برضه من فوق. لكن برضه ايه؟ او كولون يا رب. لكن هنا عندك عندك هنا السمول انتستين. البوري بروجمان ساوند بتاعها بيبقى واضح وواضح حركه الامعاء كويس، لو مش واضح او زياده او الكلام ده بتبقى في حالات المغص، وبناخد كذا انديكيشن يعني ناخد ضربات القلب عاليه ولا لا، لان برضه ضربات القلب بتقول لك انت رايح فين في حالات المغص، ان كانت الحاله مدرك ولا حاله خفيفه ولا حاله خلاص. تمام. بسمع صوت الامعاء هنا البوري بروجمان ساوند. تمام. طيب لو انا رحت اليمين هسمع ايه في اليمين؟ هسمع صوت السيكم والكولون من هنا يبقى واضح. الكولون هنا اهو. ولازم بعمل ايه اما بحط نشوف بقى مثلا الكولون واقف وكده، هل في حصل ان في جاز بقى محبوس في الكولون؟ بعرف اخبط اهو. بشوفه بقى الصوت في جاز كتير وبيبقى عامل زي الطبله ولا لا. تمام؟ الصوت بتاع الكولون بيبقى اضعف شويه من الايه؟ من سمول انتستين، بس اصلا بيسمع صوته اعلى شويه من الايه؟ من سمول انتستين. تمام؟ وكذلك ايه؟ هنا برضه اللنج بقدر ابص عليها زي اليمين زي الشمال. طب ايه اللي هل ممكن يفرق واحده عن واحده؟ بيفرق في حالات لما يكون في واحده فيهم فيها ابسس مثلا. بالذات في ناحيه غير السجن. ماشي. وبرضه الكلام ده على اساس ان انا بسمع صوت يكون طبيعي. صوت طبيعي من الهواء طالع وداخل سموث، مفيش فرش، مفيش حته اسمع فيها بابل بالنسبه للايه؟ للريسبيراتوري وفتح وايه؟ وفحص الريسبيراتوري. تمام؟ جميل كده؟ انا هيبقوا طبعا هتطبقوا الجزء اللي انتوا ايه؟ خدتوه ده دلوقتي. في حد منكم معاه سماعات؟ جدع. ابتدي بس معايا. تمام؟ واحد بس معايا. عشان كلهم سنة أولى يعني. مش معاكم مجموعة ثالثة. الكشف اللي جاي بقى اللي أنا علمه لكم كشف العرض. ولا نخش فيه على طول وبعدين تبقوا تكتفوا؟ لا بس خلينا نجربه الأول. ماشي.